طيب جاهزين. مرة ثانية السلام عليكم، يعطيكم العافية everyone. أهلا وسهلا بالجميع، وشكرا للناس اللي شاركونا والناس اللي عملوا registration للإيفنت والناس اللي معانا هلأ على لايف على هالويبينار هذا. الويبينار هذا هو جزء من سلسلة ويبينارز من فودكس اسمه فودكس سبيكس. السلسلة اسمها فودكس سبيكس، وكل طبعا كل ويبينار بنتطرق لموضوع معين له علاقة بإدارة عمليات المطاعم، له علاقة بأصحاب المطاعم، addressing the challenges اللي عندهم، addressing the concerns اللي عندهم، التحديات القطاع إلى آخره. وطبعا كل مرة راح يكون عندنا ضيوف كرام بيساعدونا من خبراء بهذا المجال. ضيوفنا لليوم هن الأستاذ محمد الطبشي، هو CEO of Rainers وconsultant في المجال، والأستاذ ياسر سعد Head of Strategy of Success Creators. حاعطيهم بس دقيقة لكل واحد يعرفوا عن نفسهم دايركتلي معكم. تفضل أستاذ محمد. شكرا للاستضافة. محمد الطبشي CEO لشركة Rainers، شركة متخصصة في تطوير الفرنشايز، تطوير المطاعم. الحمد لله عندي خبرة أكثر من صاروا 33 34 سنة في مجال المطاعم والمقاهي، وقمت بإدارة التشغيل وكنت CEO لعدة شركات متخصصة في المطاعم والمقاهي، والحمد لله شاركت في الكثير من قصص النجاح في مجال المطاعم والمقاهي، وبيشرفني أن أكون معاكم اليوم وشارككم بعض الخبرة في المجال. ما شاء الله، يعطيك العافية. أستاذ ياسر تفضل. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. معك أخوكم ياسر سعد من Success Creators. أنا الـ Head of Strategy في مجالنا. نحن يعني في مجال الاستراتيجي نحن we focus on areas اللي هي تطوير، كيف ناخذ مرحلة النمو للخطوة الثانية، وبرضو غير إنه نعمل active councils execution من ناحية الاستراتيجي. طبعا أنا برضو اشتغلت في عدة أماكن في مناصب، ككوست كنترولر، كفاينانشال موديلنج، كحتى بروفايد سمول كونسلتيشن. تقريبا لي خبرة أكثر من 4 سنين في الـ F&B industry عموما. تمام، شكرا ياسر ويعطيك العافية. بس بحب أخبر الجميع أنه هذا الويبينار حيكون يعني بشكل أساسي بالعربي، بس ممكن نتطرق نحن بعض الأسئلة والأجوبة حتكون بالإنجليزي، ممكن بعض الكلام يطلع بالإنجليزي، فنحن يعني حنخلي الموضوع كاجوال مثل ما بيقولوا وعفوي، وهذا هو نقاش بالأخير. يعني نحن ما مو جايين عم نلقي محاضرة أو أي شيء، فحيكون الموضوع نقاش بيننا جميعا. اللي حابب يسأل أسئلته ممكن تكتبوا أسئلتكم بالكومنتس، وإن شاء الله بنرد عليها بالوقت المناسب خلال الندوة. وهلأ بندخل بصلب الموضوع. النقاش لنا اليوم بدور حول جاهزية المطعم لرمضان. طبعا نحن هلأ على بعد تقريبا 10 أيام، أقل من 10 أيام لبداية الشهر الفضيل، وطبعا كل القطاعات بتتأثر بهالشهر هذا، بس قطاع المطاعم طبعا في له أثر كثير كبير، لأنه في إقبال شديد جدا من المستهلكين على الطعام وعلى الطلعات، خصوصا بوقت الإفطار ووقت السحور، وهذا الشيء بيأثر على عمليات وترتيبات المطاعم. وطبعا لازم يكون المطعم في جاهزية قصوى وكاملة لاستقبال هذا السيزن. فحديثنا اليوم حيكون على عدة عوامل اللي بتخلي المطاعم جاهزة، أو واحد لازم يسأل كيف أنا ممكن يكون جاهز الشهر الفضيل لشهر رمضان، وحنتطرق على لهدول المواضيع. ابتداءا بالنقطة الأولى اللي هي المنيو اوبتمايزيشن، أو تحسين القائمة الطعام خلال رمضان. وطبعا القائمة يعني في لها عوامل كتير بتأثر فيها، اللي هي التنوع اللي موجود فيها، نوع الطعام اللي موجود فيها، تكلفة المكونات، وقت اللي بداخله للتحضير المكونات، المنيو اللي موجودة فيها، إمكانية التقديم على الفور طبعا، وإلى آخره. ففي كثير عوامل بتأثر فيها. وحبلش بسؤال الأخ طبشي هون، محمد الطبشي، كيف تشوف تأثير رمضان على تحسين القائمة؟ شو اللي بيختلف؟ شو اللي لازم ينضاف أو ينشال من القائمة خلال رمضان؟ يعني شو تأثير الشهر هذا على تحسين وتطوير القائمة للشهر؟ تفضل.
طبعا قبل ما جاوب على السؤال بدي بس نوه لشغلة صغيرة، انه نحن دائما عندنا رمضان بيكون يعني للأسف بيكون أسوأ شهر بالمبيعات خلال السنة، إلا المطاعم اللي بتقدم منتجات خاصة برمضان وخاصة بالمنتجات الرمضانية بيكون عندهم سيزن رمضان. بس بشكل عام حتى لما نحن بنعمل دراسات جدوى أو كثير من اللي بيعملوا دراسة جدوى بتلاقي إنه بيحسبوا السنة 11 شهر بس بسبب رمضان. صح فنحن رمضان ما خلص نرضخ نحن إيه خلص هذا رمضان هيك وضعه ونمشي مثل ما هو، لا، المفروض إنه نحن نشتغل على إنه تكون مبيعاتنا أقرب للطبيعية في رمضان ونزود مبيعاتنا برمضان. فلازم من أهم الأشياء اللي لازم نشتغل عليها، طبعا الأشياء اللي بنشتغل عليها عادة برمضان هي إذا عندنا صيانة، عندنا تطوير، عندنا تدريب، عندنا منيو انجينيرينج، أي شيء بدنا نعمله بنعمله برمضان. لكن بالنسبة للمنيو بالذات نحن لازم يكون عندنا منيو خاص برمضان. ليش منيو خاص برمضان؟ لأن نحن أولا عندنا طبيعة الناس وطبيعة أكلهم وطبيعة أوقاتهم مختلفة تماما. ثانيا نحن بيكون عندنا تدفق الزبائن محصور خلال أحيانا ساعة ونص ساعتين، أنا لازم أخدم كل الزبائن، لأن حتى برمضان بيكون عندي المبيعات في معظم المطاعم على الإفطار أكثر من السحور، فأنا عندي ساعة ونص إلى ساعتين بدي أقدم لكل الناس بنفس الوقت بنفس الجودة، ما أتأخر عليهم، يكون المنيو تبعي كمان جذاب ومتجانس مع الإفطار أو مع السحور. فلازم أنا أحيانا كثير أصناف اللي بتطول بشيلها، الأصناف اللي بتطول بإعدادها، الأصناف اللي ما كثير الناس بتحبها، يعني مطاعم السي فود الله يعينهم برمضان يعني الناس ما بيكون لهم إقبال كثير على مطاعم السي فود، فلازم هم يلاقوا بديل، يعملوا وجبات رمضانية، يعملوا بوفيه، يعملوا كذا. المطاعم اللي بيكون فيها منيو متعدد وبيكون من ضمنه سي فود، في رمضان بتلاقي بيشيلوا السي فود. فنحن دائما في رمضان بالذات لازم نشوف شو الناس بتحب برمضان نحط لهم، يعني مثل مطاعم الفاست فود بتلاقي برمضان بيقدموا لك سمبوسة حتى يجذبوك انه انت برمضان تجي تحس انه انت عندك جو رمضاني او اكل رمضاني. فبتلاقي انت في اشياء لازم تضيفها واشياء لازم تشيلها، وهذا بيختلف من مستوى مطعم لمستوى، من طبيعة منتج لاخر، بس لازم نحن نعمل منيو ري انجينيرينج كامله في رمضان لحتى نحن نضمن انه تزيد مبيعاتنا بهالشهر. ممتاز ممتاز. وبالنقطة اللي ذكرتها انه في بصير في اقبال على انواع اكل معينة، وبصير في قلة اقبال على انواع اكل معينة مثل السي فود وغيره، وممكن في ناس مثلا في محلات الشاورما، نجيب مثال شاورما جليلة، والاخ ياسر بيعرف كل شيء على شاورما جليلة، انه ممكن الناس ما يقبلوا على الشاورما بشكل تحديد بشكل خاص، لانه ممكن تعطش زياده، ممكن فيها توم، ممكن الى اخره. فكيف مطاعم مثل شاورما جليله او على غيرها يعني ممكن تواجه هالكلام هذا؟ يعني ياسر تفضل من عندك. والله للأمانة في نحن طبعا كل هذه الأمور نحن فكرنا فيها طبعا، أكيد في يعني الأكل عامة في أشياء مالحة وما مالحة ما تتناسق مع رمضان، فنحن طبعا حطينا خيارات للعميل إنه يختار مثلا بدون أو مع إضافة أو كده، غير إنه صرنا نحن نفكر خارج الصندوق. يعني إحنا لازم نضيف أصناف تذكر العميل بالسفرة الرمضانية، تمام؟ فالهوم فود يعني هو شيء مهم جدا جدا في فترة رمضانية بالذات، حد كمطاعم يركز عليها. فنحن بنوفر بدائل غير الشاورما عامة، بنوفر أشياء، حنوفر إن شاء الله، حنضيف أصناف جديدة نقدر نستهدف فيها الشريحة هذه، وفي نفس الوقت نلعب على المنيو، لأنه زي ما قال الأخ تبشي عندنا ساعة ونص تقريبا أو ساعتين من الفترة هذه تسيرف، فحتكون يعني صراحة تشالنج. المنيو الأشياء البسيطة هننزلها هذه لازم تكون في الساعتين to be served immediately على شكل ساخن. وإيه يعني ده طبعا نحن
كتخطيط قبلها بشهرين، يعني احنا عارفين ان رمضان حيكون ان شاء الله في شهر 3، اخر شهر 3، فتم وضع الخطة على هذا الاساس، وتم المناقشة ونشوف الفوكس جروب على اساس انه ايش اكثر شيء، ايش اكثر ايتمز بتذكرك باكل البيت. فعملنا عليها شوية دراسة وعملنا عليها تجارب. والشيء يعني بعد إذنك، الشيء وبالشيء يذكر، كنت بأحد المطاعم من أشهر المطاعم في مجال الرز البخاري في الرياض، فلاحظت أنه عندهم غرفة فيها 10 شوايات إضافية على جنب وما بيستخدموا هذه الغرفة. قلت لهم ليش هذه الغرفة؟ قال هذه الغرفة بس بنستخدمها برمضان. ثم معناه انتم برمضان السيزن عندكم، معناه انتم مبيعاتكم عاليه كثير. قال لا والله مبيعاتنا عاديه، بس نحن نفس الشيء قدامنا ساعه الى ساعه ونص، بدنا نرضي كل الزباين، فنحن صحيح. نستخدم هذه الغرفه بس في رمضان لحتى ما تتاثر السرعه، ما تتاثر الجوده. صحيح صحيح. تمام، وممتاز انه ذكرت موضوع الغرفه، لانه وكيف بيساوي ترتيبات داخل المطعم، اللي هو بشكل مباشر او غير مباشر بينقلنا على النقطه الثانيه اللي حابين نحكي فيها كنا بهالويبينار، اللي هي تحسين المساحه واجواء الاجواء المطعم. يعني طبعا جزء كثير كبير من الواحد يحب، يعني ياسر قال انه نحن عملنا ريسيرش وكده بدنا نساوي اكل الواحد بيذكر الواحد باكل البيت، بحس حاله عم ياكل اكل البيت. ومحمد تفضلت انت انه في غرف خاصه مثلا لاستقبال ناس خصوصا بمواسم معينه مثل رمضان، وكيف المطعم بيهيئ نفسه من ناحيه الديكور، من ناحيه المساحه، من ناحيه الاجواء الرمضانيه اللي فيه، كمان لها اثر كبير على احساس الناس وهن موجودين هنيك، حتى ممكن يخليهم ياكلوا اكثر، او ممكن يجيب ابليتهم اكثر للاكل. يعني سبحان الله، ممكن يصير هيك شغلات في لها اثر يعني اكيد. فكيف فالسؤال بطرحه للجميع، واللي حابب يدخل لهذا، كيف بتشوفوا انه الترتيب، اولا الامبيانس، الاجواء، المساحه، المطعم، كيف بتاثر على العملاء؟ وثانيا، هل ممكن يكون في اختلاف بترتيب الطاولات وترتيب المطعم بين السحور والإفطار؟ في ترتيبات معينة لازم تتاخد جوا المطعم من ناحية الترتيبات الداخلية بين السحور والإفطار، ولا لا خلي كل شيء مثل ما هو، ما في داعي تغير شيء، كل شيء ماشي تمام؟ هلا عموما اذا سمحت لي ياسر، عموما ما بيصير في تغيير كثير، بيصير نفس الديكور، بيكون نفس الديكور، بيضيفوا بعض التاتشز اوكي، اللي هي عباره حتى تضيف اجواء رمضانيه. لكن في المطاعم اللي بتقدم البوفيهات، وهذه من الاخطاء اللي بنشوفها في كثير من المطاعم اللي بتقدم البوفيهات في رمضان، بتلاقي البوفيه ولاين طويل، كل بده يخدموا كل الناس بنفس الوقت. فلازم دائما يعملوا تو ويز اوكي، يعملوا هذا البوفيه، يعملوه بيقدر يخدم الناس من جهتين، بغير رمضان ما بنعمله من جهتين، بنعمله جهه واحده بس، لكن في رمضان لازم يكون من جهتين. او بعض البوفيهات لازم يبعدوا شوي المحطات عن بعضها، الابيتايزرز يبعدوه عن المين كورس، يبعدوا الاماكن الستيشنز عن بعضها لحتى يسهلوا على الناس انه يجوا وياخذوا الفود. تفضل ياسر. عفوا. صحيح، أضيف لكلامك إنه مثلا في بعض الديكور اللي هي تمثل رمضان، مثل الهلال وكده، ممكن هذه التاتشز الصغيرة تعمل بيك هيوج امباكت صراحة على الوضع الداخل المطعم كداينن. فغير كده مثلا إضاءات، أشياء يعني شوي تذكرك بأجواء رمضان، يعني أنت فعلا داخل على مطعم وهو المطعم متهيئ للسيزن حق رمضان. هلا نحن عموما في المطاعم، يعني أسوأ 15 يوم في السنة بتكون ال 15 يوم الأولى من رمضان، أول هذه أسبوعين أسوأ صحيح. شيء. أول أسبوعين صعبة جدا، يعني حتى يعني نحكي عن الشاورما، تلاقي ما في أحد بيروح بياكل شاورما خلال هالأسبوعين، لكن الأسبوعين الثاني وبالذات العشر الأخير الناس بتشتاق للشاورما. أنا بحب الشاورما، يعني صار لي شيء 20 يوم ما اكلت شاورما، بتلاقي بيصير في اقبال، وبيكون عندنا كثير من الاحيان يعني من افضل المبيعات بتكون بالعشر الاخير. فنحن لازم كمان كمطاعم نكون جاهزين لتدفق الناس، كتوزيع طاولات، كانتر اكشن مع الزونز، كاي طريق اي شيء.
ممكن يساعد في تجربة في تحسين تجربة العميل في رمضان، لازم نحن نعمله ونجتهد انه يكون عندنا افضل تجربة عميل في رمضان. صحيح. هو عموما في اول اسبوعين دائما الشخص بيكون مشتاق لاكل البيت اكثر من ياكل من برا، فبتلقاه مثلا راح فطر او سحر مع عيلته، مع قريبه، مع اصحابه، مع الناس اللي معه في زملاء العمل. فكل شيء يعني في الاول اسبوعين زي ما ذكرت هي يعني من اصعب التشالنج اللي بتواجهها المطاعم عامه في رمضان. ففي مطاعم تاخذها كفتره صيانه، في مطاعم تاخذها كفتره انه الله خلينا انا اركز في اخر الاسبوعين الاخيره. فيعتمد على الابروتش، كيف ايش اقدر اسوي انا في رمضان، هل اقدر انزل مثلا ايتمز نقدر نحن مثلا نسوقها تجذب الزبائن. على سبيل المثال تبي لسه تروح تاكل في البيت، تكمل اكلها في البيت، بس تبي اشياء بسيطه تذكره من هذا المطعم مثلا، سواء كان رز او سواء كان شاورما ولآخره يعني. تمام. حكينا على التغييرات في المنيو، حكينا على التغييرات في المطعم، بس ما حكينا على التغييرات اللي بتصير للموظفين. طبعا الموظفين هم نفسهم على الاغلب حيكونوا، يعني ما حيتغير، ما حتجيب ناس جداد، بس ترتيبات الموظفين، تنظيم اوقات عملهم، تنظيم ادارتهم للمطعم الخلفيه والاماميه حتتغير بقدوم شهر رمضان، لانه الداينامكس تبع الشهر مختلفه تماما. يعني مثل ما حكينا هلا حيكون في مثلا وقت الافطار كل الناس لازم تاكل بنفس الوقت، فالسيرفس حتكون مختلفه تماما عن اداره الامور بطريقه معينه. ايه، حتى السحور اسهل بكثير من الافطار. السحور صح. في ناس تستحر واحده، في ناس تستحر تنتين ونص، ثلاثه، بس صح. الافطار كلهم كبسه واحده بيجوك. 100%. وكنت عم شوف، انا ذكرت لك اياها اخ محمد، يعني كنا عم نحكي امبارح وقلت لك انه ما شاء الله الجماعه اللي عم يشوفونا تابعوا الاخ محمد على تيك توك وعلى انستغرام، اعتقد موجود على انستغرام كمان، على اليوتيوب اكثر، يوتيوب وتيك توك. نعم، على يوتيوب وتيك توك عفوا، عنده محتوى رائع جدا له علاقه باداره المطاعم وكل تفاصيلها. شكرا. وواحد الشغلات اللي لفتت نظري شفتها من يومين تقريبا، كان عم يحكي على إدارة الموظفين وكيف نقوم بتحفيز وتشجيع الموظفين على إدارة عملهم بطريقة أحسن وأفضل، عن طريق يعني شمولهم ب، يعني واحد يخليهم جزء من الديسيجن ميكينج، جزء من القرارات اللي عم تطلع، جزء من الابديتس اللي شو جايك بعدين، تعطيهم نبذه، ما تجي تقول لهم يلا اليوم لازم تساوي هيك، بكره لازم تساوي هيك، دبر حالك. فكيف برايكم يعني، وطبعا بخبرتكم، التغييرات اللي بتصير وتدريب الموظفين قد ايه مهم ليصير قبل، طبعا ما يجي الشهر، مو قبل بيوم او شيء، قبل بفتره، ليكونوا الموظفين جاهزين من ناحيه اوقات عملهم، من ناحيه تدريبهم على المنيو الجديده، من ناحيه تدريبهم لاداره شيء مثل الافطار وحجم الاقبال على الافطار، قد ايه مهم لجاهزيه المطعم لرمضان؟ طبعا القاعدة بتقول if you fail to plan you plan to fail، يعني أكيد إذا ما أنت خططت بشكل صحيح. ترى نحن على فكرة معظم المطاعم بتبعت معظم الموظفين إجازات في رمضان، في آخر شعبان، في أول رمضان بتبعتهم معظمهم إجازات، وبنفس الوقت نحن محكومين إنه الموظف يداوم 6 ساعات ما يداوم 8 ساعات كنظام مكتب العمل. فنحن موضوع التوظيف لازم نعدله بشكل جيد من ناحية الأوقات، من ناحية التدريب، من ناحية جهوزية الموظفين، من ناحية تحفيزهم، نحط لهم مسابقات معينة ضمن رمضان، اللي بيبيع أكثر عدد من طبق معين، اللي بيبيع منتج معين، نعملهم مسابقات رمضانية بين الموظفين. هذا بيساعدنا كثير في زيادة المبيعات، بيغير جو للموظف، بيبعد عن الروتين، بيخليه انه يقدم اكثر وافضل ما عنده. صحيح يا سر، عفوا اعطاك انا. لا فاين. برضو هو يعني الاخ كلام الاخ تبشي صحيح. نحن خططنا صراحه من شهر واحد كيف نقدر ننظم نفسنا لرمضان. عملنا شويه تعديلات ودخلنا تقريبا 24 ساعه في معظم الفروع عندنا، فصار الموظفين عندنا يعني كهيكله كoperations department عامه جاهزين للتشالنج حق رمضان.
هو عموما تشالنج رمضان تقريبا من الساعة 2 الناس تبدأ تحضر عشان تسيرف الساعة 4 أو 4:30 على حسب. ففي عندك تقريبا ساعة وساعة ونص هذه تكون فترة ضغط to push as much as you can لكل الكاستمر سواء أونلاين أو أوفلاين. فمن ناحية مثلا إضافة المنيو، إذا ضفنا أيتم جديدة، نحن تقريبا مجربين كل الأيتمز قبليها بأسبوعين 3 أسابيع حتى to give time للستاف إنه يتدربوا عليها how to make it challenge yes، لكن يعني with continuous training you will overcome the challenge حقك. تمام ممتاز. هلا ننتقل على موضوع مختلف تماما. خلصنا بالتدريب الموظفين وخلصنا بالمنيو وكل هالكلام كله. طبعا هلا بدنا بالاخير المطعم هو عباره عن بزنس وبدنا نجيب قد ما بنقدر عدد من الارباح اللي ممكن نحصل عليها بهالفتره هاي، خصوصا مثل ما تفضلتوا اول الويبينار انه قلتوا انه رمضان باول فتره فيه بيكون اكشلي الاقبال اقل لانه الناس بتاكل بيوتها وهيك. فأحد الطرق لزيادة عدد الطلبات وأنه تتواصل مع شبكة أكبر أو ناس أكثر من العملاء اللي عندك هو أنه تكون أنت موفر طلبات عبر الإنترنت طبعاً والتوصيل وخدمات التوصيل إلى آخره، يا أما أنت كمطعم نفسك يكون عندك الانفراستراكشر كاملاً لاستقبال الطلبات والتوصيل، يا أما تتعامل مع الأجريجيترز أو كومبينيشن بين الاثنين يعني حسب السيت اب اللي عند الشخص. ف من حيث التشغيل، وهلا حابدا الاستاذ محمد هون، من حيث الاوبريشنز والتشغيل، كيف ممكن المطعم انه يعد نفسه جيدا للتعامل مع الطلب العالي وقت فترات الطلب العالي لما تصير؟ ممكن الناس، ممكن ما بعرف حسب خبرتك يعني، ممكن الطلب اعلى يكون بوقت السحور عن الافطار، بس طبعا مثل ما قلت انت السحور ما في له وقت محدد مثل الافطار يعني، خصوصا عن طلبات عبر الانترنت وطلبات المطعم والتوافق بيناتهم. هلا طبعا الموضوع الابليك بالذات يعني 90% من المطاعم ما عندها توصيل ذاتي، بيكون في كله عنده بيتعامل مع الاجريجيتورز مع الابليكيشنز، هن اللي بيوصلوا الطلبات. فلازم انا يكون عندي اداره جيده لموضوع تدفق الطلبات واستلامها ولموضوع المنيو على الابليكيشن. يعني انا في رمضان ما بنزل المنيو كامل على الابليكيشن، بنزل اطباق سريعه التحضير عاليه الربحيه، ما بنزل كل المنيو تكون موجود عندي على الابليكيشن، لا بنزل المنيو اللي هو سريع التحضير وبنفس الوقت عالي الربحيه هذا، واللي بقدر انا اعمل مثلا تحضير مسبق ل 70 80% من الطلب، بيصير انا بس بضيف الاشياء الحاره والاشياء المنتج النهائي وببعته. فلازم نحن الاوبتمايزنج للاوردرز والاوبتمايزنج للابلكيشن كثير مهم برمضان، بيختلف عن اي وقت ثاني. فلازم يعني يعني انا بشوف السر في النجاح في رمضان مع الابلكيشنز، اول شيء الاوبتمايزنج، ثاني شيء ما تاخذ اوردرات زياده عن طاقتك. انت بتعرف انه انت بتقدر تنتج هذا، ما تبقى عم تستقبل طلبات الا بما تقدر تلبيه بس. وللإعادة، لما تقول اوبتمايزنج قصدك الاطباق اللي هي سهله التحضير وفيها ربحيه عاليه. بالضبط. تمام. ياسر، شو رايك من ناحيه تجاريه من بزنس برسبكتيف، يعني انه شو التفضيل، انه خصوصا للبزنسز اللي انت حضرتك شغال فيهم ومعهم، انه از ذا بريفرنس انه الناس داين ان يجوا لعندك ولا يكون الاوردرات من برا؟ شو اكثر ربحيه بالنسبه لكم انتو اوبريشنال بزنس؟ صراحه الاثنين كفلو، لان كل واحده لها فلو لحالها. الاونلاين اوردرز لها، يعني احنا عندنا شخص تقريبا في كل مطعم مسؤول عن الديسباتش في الاونلاين. فطبعا يعني ثانك جاد ان في اي تي انفراستراكشر تقدر تسهل لك الاليه حقت الاوردرات تكون كلها اوتوميتد. فصار الموضوع كله هاو تو جست بوش الاوردر، سواء كان الشخص الاجريجيتر
اور الداينينج كاستمر. لو نحن بصراحه بنفضل الاثنين، لانه يعني وي بوش نحن من ناحيه البزنس وايز، اللي يجي عندنا مطعم من حي والبطل من عندنا اونلاين من حي برضه. تمام. اوكي، ننتقل لاخر نقطه تقريبا حنتحدث فيها وبعدين نفتح المجال، يعني اذا في اي افكار، يعني افكار حابين تطرحوها زياده، وطبعا للجمهور اذا حابين يسالوا اي اسئله. اخر نقطه هي عم نحكي فيها للماركتينج. طبعا نحن نرجع بنذكر وحابب اعطي هلا هيك كويك يعني ريكاب للامور اللي حكينا فيها. نحن الويبينار هذا عم نحكي فيه على جاهزيه المطاعم واهميه انه المطاعم تكون جاهزه للشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. وهالشيء بتضمن عده امور من ناحيه اداره المطاعم، ان كانت فروم اوبريشنز للتريننج تبع الستاف لتغيير الامبيانس والطاولات وترتيب الطاولات الداخلي، وطبعا يكون الواحد سيت اب من ناحيه الكيتشن، من ناحيه الاوبريشنز، من ناحيه التوصيل، من ناحيه الاوردرات الخارجيه والداخليه، انه يقدر يتعامل مع الزخم اللي حيجي ان كان عند وقت الافطار او ان كان وقت السحور وخلال الشهر كلياته والطلعات والنزلات تبعه. واخر نقطه هلا حابين نحكي فيها هي موضوع التسويق، لانه الواحد اكيد ممكن يعمل جهده ويرتب كل شيء ويحط المنيو الصح والاكل كثير طيب وعنده الستاف تبعه كله مدرب، بس ما حدا بيعرف. فماركتينج او التسويق مهم جدا لنخبر الناس شو عم يصير وهذا الشيء عنا، وشوفوا في عنا شيء سبيشل، في عنا شيء مميز بيميزنا عن غيرنا. وطبعا اهميه انه الواحد يعمل التمييز هذا ليورجيه للناس مشان يقدر ينافس مع البزنسز الثانيين. فبدا فيك الاستاذ محمد انه من صفقات يعني طبعا تصوير الاكل بطريقه معينه، تصوير المكان بطريقه معينه، هذا كله مهم ولازم نطلع كونتنت ومحتوى قابل للتسويق مشان المطعم يعلن عن نفسه اذا كان بالطريقه الصح. فشو برايك هن يعني اهم العوامل اللي لازم الناس يتبعوها من ناحيه الماركتينج لجذب اكبر عدد عملاء ممكن برمضان؟ هلا اول شيء لازم يكون تسويق رمضاني، ما بيصير انا الجأ للتسويق العام اقول انا احسن براند انا كذا، لا، انا لازم اقول انه انا عندي جو رمضاني، انا عندي منتج رمضاني، انا ماشي مع رمضان. هذه النقطة الاولى اللي لازم نحن نركز عليها، هي انه نحن تعالوا انتم بتحسوا حالكم انتم ببيتكم، بتحسوا حالكم باجواء رمضانية، بتحسوا حالكم برمضان عم يتطبق عنا بشكل صح. هذه اهم نقطة لازم نركز عليها بالتسويق. النقطة الثانية انه قبل ما اسوق انا لازم اتاكد من جاهزيتي. اياكم والتسويق السلبي، التسويق السلبي يعني تقول له للناس تعالوا لعنا شوفوا كيف نحن ما كويسين ولا ترجعوا لعنا. فهذا لما انا ما بكون جاهز بعمل تسويق قوي، انا بدي اتجاوز ازمة رمضان، بعمل تسويق قوي، بيجي لعندي عدد من الناس كلهم وقت الافطار، ما بقدر لبيهم، ما بعطيهم الجودة المطلوبة، اياكم هذا فاير باك بيكون وقاضيه بتكون لحتى العملاء خارج رمضان ببطلوا يجوا لعنا بسبب سوء التجربه في رمضان. النقطه الثالثه انه نحن لازم التسويق يكون مخطط له، بحيث انه يكون من بدايه رمضان يكون عندنا تسويق خفيف، ما نحن نبذل، لان يعني مو احباط لاصحاب المطاعم، لكن شو ما عملت بالبداية قليل الناس اللي راح يجوا لعندك في الأسبوع الأول. ففي الأسبوع الأول لازم سوق أنا وبدي سوق، لكن ما بحط ثقلي بالتسويق بشكل كبير، يعني بعتبرها تذكير وريمايندرز للناس في أنا. الأسبوع الثاني بزود الجرعة التسويقية. عفوا المقاطعة، بس لسه بهالنقطة هي نفسها، إنه يفضل يبدو التسويق من الأسبوع الأول ولا يبدو قبل بأسبوع أو أسبوعين يخبروا الناس نحن شو عنا وشو البرنامج تبعنا برمضان؟ يعني قبل 3 أيام، لأن إذا خبرت قبل أسبوع ما راح أتذكر. ممكن قبل 3 أيام، ممكن تبدأ قبل يومين 3 أيام ماكسيموم. ليش؟ أنا بدي حافظ، لأن الكاش فلو كتير ضعيف عندنا برمضان، فلازم أنا حافظ على هذا الكاش فلو، ما روحه بتسويق على الفاضي،
لا، ببدأ مع بداية رمضان التسويق خفيف، والأسبوع الثاني بزود الجرعة التسويقية، الثالث الأسبوع الرابع بعمل التسويق الكامل، بطبق كامل الخطة التسويقية وعناصرها بالنسبة لرمضان. تمام، شو مية رأيك مية ياسر؟ والله أوافق في الرأي صراحة، وهي صراحة برضو تعتمد على الرسالة اللي أنت حابب ترسلها للزبائن، سواء أنت بتستهدف شريحة جديدة أو شريحة اللي هم لهم ولاء لك. فالمحتوى حق الرسالة هو مهم مرة مرة صراحة. يعني لما تفكر كرمضان أو في محتوى، إيش الألوان اللي بتجيك أول شيء؟ يعني لو أسألك أخطب شيء، إيش اللي بيجيك كلون في بوست مثلا تشوفه في السوشيال ميديا أو في عند المحل؟ ايه، بده يكون الوان رمضانية، يعني أخضر، ازرق على احمر على أزرق، يا ابيض. سلام عليك، ايه أزرق، في عندك أصفر، ففي ألوان بتذكرك برمضان. فهي صراحة زي ما قلت، المحتوى هو بتجذب الاتنشن حق العميل. نفس الشيء، المحتوى هو نفسه، هل هو اوفر، هل هو اويرنس، هل هو برودكت لونش جديده. ف هي كيف ترسل الرساله. وصراحه في ناس كثيره من المطاعم تستخدم السوشيال ميديا عموما، او تحط مثلا بانرات واشياء في الاوف، يعني في المحل نفسه، كتعتبر هي كاوفلاين ماركتينج. مرة كنا عم نعمل ماركتينج استراتيجي لرمضان لأحدى الشركات، وصار خلاف بيننا وبينهم. هم عم يقولوا إنه بداية الشهر بيكون يعني ما في ناس، فلازم نعمل تسويق قوي لحتى يجي ناس أكثر. آخر الشهر ما في، يعني ما في داعي نعمل تسويق، التسويق العادي بيكفي. لا بالعكس، التسويق القوي اللي بتعمله في البداية للأسف يعني جزء كبير منه waste of money. صح، لازم انت تسوق وتتاكد انه الشيء اللي عم تحطه بالتسويق بده يعطيك مبيعات وبده يعطيك good flow of customers. وياسر كان بدي اسالك، وحكيت انت موضوع الاوفلاين والاونلاين ادفرتايزنج. يعني طبعا حسب خبرتك، طبعا بالطبع الامر بيختلف بين مطعم ومطعم، وحسب انواع المطاعم وانواع الاكل حتى. بس شو هي الشانلز اللي هي اشتغلت معكم اكثر شيء، اذا كنا عم نحكي نحن اونلاين ادفرتايزنج تحديدا؟ يعني انه هل عملتوا فيديوهات وطلعتوها على يوتيوب وكان لها فاعليه كبيره وحسيت انه عم تجيب نتيجه كبيره؟ هل انستغرام از رايت شانل فور يو بتحس، او طبعا ميكس بتوين ذم، بس شو اللي اعطاك اكثر ريزلتس، احسن ريزلتس؟ سو بناء على النمبرز، بالنسبه لنا نحن هي انستغرام، هي لانه اتوقع انه اكثر الناس في الانستغرام دي سبيند تايم بيشوف اشياء جديده، نيو بوستس. لانه رمضان هي كلها عباره عن بوست، وليس يعني بالنسبه للدراسه اللي احنا سويناها، ما هي يعني ما فيديوهات تيك توك او حاجات في اليوتيوب كمطاعم. فبناء على الاستدي هذه انا ممكن اقول لك انستغرام. اوكي، وبتشوف في طبعا يعني رمضان وقت كثير، وهي الكلام للجميع، يعني رمضان وقت كثير كثير بزي من ناحيه الادفرتايزنج، يعني كل الشركات ان كان مطاعم وغيرها بيسوقوا لمنتجاتهم وخدماتهم خلال الشهر. فكيف الواحد ممكن مثل ما بيقولوا بالانجليزي تو ستاند اوت، او يعني يخلي المنتج تبعه او الاعلان تبعه والماركتينج تبعه يبرز عن غيره ويجيب اتنشن اكثر، ويجيب طبعا الاتنشن لما الواحد يجيب اتنشن الفعاليه تبع الاد بيكون احسن او بوتنشلي احسن، لانه انا شفتها ووصلتني المسج، ممكن اي كان اكت اون ات. فشو برايكم، هاو كان وي ميك شور انه الادفرتايزنج تبعنا از افكتيف بوقت كثير كثير بيزي بوقت بشهر رمضان؟ انا بشوف الكونتنت المسج اللي انت بدك يكون شيء كاتشي. يعني نحن هلا خلص، يعني اول كان لما يجينا اعلان نقرا الاعلان نهتم بالاعلان، هلا صار حياتنا كلها اعلانات. فاذا ما في شيء جذبني وخطف تفكيري ونظري ما راح اكمل بالاعلان وراح اتجاوزه فورا. فهلا الكونتنت كرييشن كثير مهم، انه انا احط محتوى جذاب، محتوى هذا المحتوى هو اللي بيخلي الناس تلتفت وتخليني انا مثل ما قلت ستاند اوت، وتخليني انا عم بوصل رساله وتنحفظ عند العميل.
بالكونتنت كرييشن. هلا يعني هلا الفن كيف انا اعمل مسج، اعمل كونتنت، اعمل شيء كات شيء، بحيث انه ببدايته سواء هي الصوره ثابته هو فيديو، ببدايته يخلي الشخص يكمل او يقرا الاعلان كامل. ايه، انا اتوقع انه من طريقة التصوير، المنتج، المحتوى، الالوان، طبعا هي كلها تنعكس على الهوية او البراند، براندينج. هذه الاشياء بتجذب العميل صراحة. تمام. في اي نقاط ثانيه او ادفايس، اي شيء نحن ما ذكرناه مهم جدا بسياق طبعا النقاش تبعنا اللي هو جاهزيه المطاعم لرمضان، حابين تتكلموا فيها وتحكوا فيها قبل ما وي كونكلود؟ من ناحيتي انا بشوف انه نحن لازم نستغل رمضان كإعادة اطلاق دائما. انا بعتبر رمضان مثل محطة استراحة محارب، كويس؟ هي ايه الاستراحة هاي لازم استغلها مظبوط في تدريب الموظفين، في إعادة هيكلة المنيو، اعمل ري انجينيرينج للمنيو، وكيف انا اعمل انطلاقة جديدة بعد رمضان سواء في الهوية إذا عندي أمور صيانة. فأنا بعتبرها استراحة المحارب في رمضان، ولازم أنطلق. أي شيء بيساعدني على الانطلاق أقوى بعد رمضان لازم أعمله برمضان. تمام. بالنسبة لي كرمضان، نحن دائما يعني سياسة عندنا بنقول إنه نحاول دائما نستهدف شريحة جديدة في رمضان. الأصناف اللي بتنزلها كلها هذه بتذكرك بناس يعني عيلتك وكده، فبتلقى دائما معظم المطاعم بتنزل أشياء جماعية، بوكسات جماعية إلى آخره، عشان تقرب لبعض، هذا الغرض منها. فا ايه، انا شايف انه رمضان بالنسبه لي هي طريقه وسيله تخليني to connect more مع الكاستمر و to build loyalty مع الكاستمر. تمام. في سؤال اجانا من احد الحضور عم يقول please also discuss on how cloud kitchens can market and advertise effectively. يعني حكينا على المطاعم بشكل عام بس ما ذكرنا cloud kitchens، يعني ما كان ضمن سياق حديثنا. فاي contribution او thoughts on this؟ سامحني انا ياسر اذا انا مسيطر على الحديث، لا لا، انت فاين. المايك لك اي وقت. الكلاود كيتشن عبارة عن كونسبت ما كلفنا كتير كستارت اب، كأمور تأسيسية ما بيكلف كتير الكلاود كيتشن. لكن الكلاود كيتشن التكلفة العالية تبعته بالتسويق، كيف أنا أسوق بشكل جيد. فالكلاود كيتشن بما أنه ما له مطعم موجود في الشارع، فلازم ينقل التجربة لعندي بصورة، يكون عنده صور احترافية، يكون عنده إعلان جذاب، وبنفس الوقت لازم يستثمر ويدفع أكثر ويستثمر أكثر في موضوع التسويق، وبالذات إن أبس أدفرتايزمنت اللي هو الإعلان ضمن التطبيقات. إنه أنا أول ما أفتح أي تطبيق يطلع لي الإعلان تبعه، يعمل توصيل مجاني، يعمل الإعلانات هذه. فلازم جميع الكلاود كيتشن ما تفكر إنه ربحيته أفضل بكثير من المطاعم، لا، ربحيته يعني نفس المطاعم إن لم تكن أقل. فلازم أنا أركز على التسويق بشكل كبير في الكلاود كيتشن لحتى أنا أضمن الأوردرات إنه تجيني بشكل كبير. وبرضه لأضيف لكلامك إنه ككلاود كيتشن، أتوقع هي التسعيرة حقت المنتج نفسها غير التسويق، يعني غير التوصيل المخفض والأشياء هذه، في سعر المنتج نفسه، بما إن أنت ما قاعد تتحمل الكابكس أو الكابيتال اكسبنديتشر بتدفعها كل في الـ في الـ في الستارت اب كوست، فكل هذه بتتدفق من ناحية التسويق اللي هي توصيل مخفض، أنا سعري أرخص، و competitive analysis. في طرق انه كيف انت تسوق، ما بس كصور وصورة المنتج والبراندك حقها، بس اكثر ل سعر المنتج نفسه. تمام. هلا نحن دخلنا اورجانيكلي بشكل عفوي هيك بالاسئله، لانه احنا اخر نقطه هي بالويبينار بروجرام هو اسئله الجمهور.
فعم بلش انا عم شوف الاسئله اللي الناس سالوها وعم طلعها على الشاشه عشان اجاوب عليها. فالاخ طارق هون سال هل ممكن تقسيم رمضان لمراحل بناء على ما تفضلتوا به، بالتالي عمل منيو خاص بكل اسبوع بسبب التغييرات الكبيره في توقعات وطلبات العملاء؟ منيو كامل بكل أسبوع؟ هيك السؤال. انا أنا اتوقع بشوف إنه هذا زيادة في التعقيد، وبشوف إيه إنه ما في شيء operationally ما أتوقع صعب. صعب، صعب للإنجريدينتس وصعب للستاف يعرفوا يواكبوا التغييرات بين أسبوع وأسبوع، وصعب للتحضير. صعب. ك service restaurants في الفاست فود لا صعب. حتى بالكاجوال والفاين دايننج انا متوقع انه يعني عم يعقد الاوبريشنز بشكل كبير، يعني المفروض انه لا ابدا بمنيو رمضاني وكمل فيه. ايه كتسويقيا حتى صح. في سؤال ثاني من نفس الاخ طارق كمان، عم يقول عم يحكي لما كنا عم نحكي على الستاف، عم يقول ممكن نتعاون المطاعم مع مؤسسات استخدام العماله، قد ايه هاو فريكوينت از ذس، يعني قد ايه في كتير ناس بيساووا هيك ولا بس بيعتمدوا على الموظفين الأساسيين اللي عندهم؟ شو حسب خبرتكم؟ So بالنسبة لنا نحن يعني إذا نحن حابين نعطي full cycle journey حق رمضان من ناحية تدريب الموظف كمنيو items الجديدة عم ننزلها استخدام لا أنا بالنسبة لي يعني I use my own staff فنحن هو غالبية المطاعم بيكون عندهم فائض بستاف برمضان، لكن في بعض المطاعم بيكون عندهم لا بيحتاجوا أكثر في الليل، فهذول أنا بنصحهم في موقع اسمه مرن. كويس، موقع مرن هو للبارت تايمرز، وهذا موقع حكومي وموقع بيساعد على إنه أنت تجيب بارت تايمرز سواء برمضان خارج رمضان، كثير كويس بساعدكم هذا الموقع. تمام، أعتقد ما في، عم نشوف إذا في أسئلة ثانية، إذا في حي أي حد من الحضور حابب يسأل أسئلته تفضلوا هلا بالكومنتس، إذا ما في أي أسئلة ثانية ممكن إحنا ننهي الموضوع. أولاً في حدا سأل هون هلا جانا السؤال، قبل ما أجاوب على السؤال بس أي حدا نذكر أي حدا عنده سؤال هلا وقت إنه نسأل أسئلة، عندنا تقريباً 5 لـ10 دقائق باقي على الويبينار، فبليز اسالوا اسئلتكم هلا. السؤال اللي اجانا، ماذا عن برامج الولاء؟ هل يكبر اثرها في الشهر الفضيل؟ أكيد أكيد يس أكيد تحب تعقب ياسر؟ ايه برامج الولاء يعني للاسف لا يحسن استخدامها. انا عم بعمل برامج الولاء لشغلتين، اول شيء حتى انا اضمن الفريكوينت تبع الزيارات تبع العميل، ثاني شيء لحتى انا يكون عندي داتا بيز، فانا لازم استغل هاي الداتا بيز الموجوده عندي وقاعده البيانات هذه، استغلها في التواصل مع عملائي في رمضان لحتى اضمن انه يجوني في رمضان، مو مجرد انه عامل برنامج ولاء وعم بستنى الناس لوحده تجي لعندي وتحبني لوحده، لا لازم انا كون على تواصل مستمر مع العملاء لحتى أضمن إنه هم راح يجوا لعندي. صحيح هي وطبعا سيلم خلينا ما إنه تفضل سوري ما هي إنه هيس ما إنه فودكس يعني مستضيفينا، يعني نحن خلينا نشيد ببرامج الولاء اللي بتقدمها فودكس، بتساعدكم كثير على النجاح في إدارة ولاء العملاء. تفضل. فلا صحيح هي الغرض من استخدام برنامج ولاء اللي هو تكون دائما على تواصل مع العميل اللي بيزورك عند الفرع او بيطلب منك عن طريق التطبيق اونلاين. لما يكون عندك الداتابيز هذه تقدر تعرف ايش العميل او العميله بيطلب، ايش البريفرنس حقها او حقه، وتقدر تبني بيرسونا حقك ومنها تقدر تعرف كيف تستهدف الشريحه هذه بغرض انه يزورك ثاني وثالث ورابع مره. فالفريكوينسي استمرارية العميل إنه يزورك في المطعم هذه مهمة جدا جدا لنجاحك. تمام. آخر سؤال، هو مو سؤال هو تعليق شفته بس خطر ببالي، موضوع الكومبيتيتيف برايسينج، يعني موضوع حرق الأسعار.
قد ايه بيصير حرق اسعار بشهر رمضان؟ هل بتحس انه في زياده بتزيد الاسعار ولا بتنقص لانه في competitiveness اكثر؟ شو رايكم بالموضوع هذا؟ والله هذا انا كنت بدي احكي بموضوع الاسعار والتسعير قبل ما يجي هالسؤال، انه نحن الان في بشكل او باخر في دروب كبير بالمطاعم قبل ما يجي رمضان. وهذا بسبب البومينج الحاصل وبسبب سلوك المستهلك الان كثير صعب. فهذا الشيء اللي بيخليني يشجع الجميع انه يدرسوا اسعارهم بشكل اكبر، يحاولوا انه ما انا ضد الخصومات والعروض وهذه الامور، لكن يحاولوا يلاقوا طريقه انه تكون اسعارهم قريبه جدا من المستهلك، تكون مدروسه بشكل كبير. حرق الاسعار، لا تحرق اسعارك، لان ما بتقدر ترجع لاسعارك القديمه ابدا اذا حرقت الاسعار، وبيكون في عبء كبير عليك تشغيليا، الفود كوست بترتفع كثير عندك. ما بنصح انا بانك تدخل باي حرب اسعار او حرق اسعار. موضوع التسعير كثير مهم برمضان او بغيره. برمضان يعني ممكن لما انت عندك وجبات معينه رمضانيه العاب بسعرها على كيفك، لكن خارج رمضان لازم تكون اسعارك مدروسه تماما. دراسة السعر عامة بالنسبة لنا نحن بنشوف تكلفة المنتج كم، تعقيد المنتج، وفي نفس الوقت السوق. يعني هل إذا نحن مثلا سواء كان ب10 ريال أو 15 ريال، هل هو يفرق أو ما يفرق؟ إذا يفرق ليش؟ فنحن بالنسبة لنا بنعمل سيرفي داخليا قبل ما نحط السعر يعني النهائي، لأنه زي ما قال الأخ تبشيس من الصعب ترجع على السعر بعد ما حطيته. 100% مظبوط مظبوط. تمام، يعطيكم العافية و thank you so much. أولاً بحب أشكر الجمهور اللي شاركنا، وخصوصاً الناس اللي ظلوا الفترة كلياتها فترة الويبينار، الناس المهتمين والناس اللي شاركوا معنا التعليقات. في ناس كانوا حابين يدخلوا على الخط ويشاركوا in person، يعني يكونوا معنا. للأسف الويبينار ما بيسمح بهالكلام. أبسط وأحسن طريقة لمشاركتكم بالويبنار هو عن طريق الكومنت سكشن، تكتبوا تعليقاتكم أو أسئلتكم فيها. فبس شكرا لحضوركم. هذا الويبنار أنا أول شيء هو تحت عنوان فودكس سبيكس اسمه، وهذا الموضوع الويبنار هذا هو جاهزية المطاعم لرمضان، أول ويبنار أندر فودكس سبيكس. إن شاء الله حيكون فودكس سبيكس موجود كل أسبوعين، حيكون في ضيوف مختلفين من قطاعات المطاعم بس من اماكن مختلفه، حتى من دول مختلفه كمان، من مصر، من الامارات، من الكويت الى اخره. ففي عندنا خطط جميله وممتازه جدا، فستي تون معنا. بس قبل الكلام كمان بحب اشكر ضيوفنا الكرام، الاستاذ محمد الطبشي سي او لفرينرز، والاستاذ ياسر سعد هيد اوف ستراتيجي سكسس كرييترز، لمشاركتكم معنا. فرانرز ايوه فرانرز، ما تواخذني. و thank you so much for being a part of this webinar, for asking the questions. ولخبراتكم العظيمه اللي طلعت هون، يعني فينا نحكي يمكن يوم كامل وما نخلص على المواضيع هاي. انا متاكد عنكم ما شاء الله خبره واسعه وكثير كثير بالموضوع. بتشكركم جدا وبشكر الجميع ويعطيكم العافيه، ونلقاكم المره القادمه ان شاء الله بعد اسبوعين من الان. السلام عليكم، مع السلامه. نتشرف، شكرا. Thank you so much for having me. سلام. Thank you.